واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. طيب احنا اخر كام سيكشن كنا بنتكلم على ازاي بنغير السيستم كيرف بتاعنا، وعن طريق تغيير السيستم كيرف بتاعنا جيفن ان احنا البامب بتاعتنا ما اتغيرتش الكاركترستكس بتاعتها وشغالين على نفس البامب، بدأنا ان احنا نوصل لاوبريتنج بوينتس مختلفة عن طريق ان احنا كنا بنغير السيستم. وقلنا ان احنا كنا بنغير السيستم عن طريق حاجتين رئيسيتين، يا اما بزود اللوسز يا اما عن طريق الطريقه اللي هي الميجر بتاعتي ان انا بقفل الفالف بتاع الدليفري، وبالتالي ببدا ان انا ازود اللوسز بتاعتي لغايه لما بوصل ان انا بقفل الايه الفلو كله لغايه الفلو ريت بصفر. والطريقه الثانيه ان انا ممكن اغير السيستم كاركترستكس عن طريق ان انا العب في الدايمتر او في اللينس بتاع البايبس بتاعتي، او ان انا احط اي ريستريكشنز ثانيه، او ان انا ابدا ان انا اعمل كونفيجريشن من البايبس بتاعتي سواء كانت بارلل او سيريز. واتكلمنا على كل واحده من دول، يا اما كانت بتزود اللوسز او بتقلل اللوسز، واللعب كله كان في البارامتر بتاعنا في السيستم كيرف اللي هو الايه الكي خلاص. وقلنا ان احنا برضو بامكاننا ان احنا نلعب شويه في السيستم كيرف عن طريق ان احنا بنغير في البوتنشال ديفرنس ما بين السكشن وما بين الدليفري، عن طريق الترم اللي احنا كنا بنسميه الاستاتيك هيد اللي هو الفرق ما بين الدليفري وما بين الايه السكشن. لو زاد او قل كنا بنشوف ازاي بيعمل ايه، وكنا قلنا ان المسافه دي هي الانترسبت بتاعي على الواي اكسس في السيستم كيرف. النهارده هنبدا ان احنا نتكلم ان احنا بدل ما هنغير السيستم كيرف بتاعنا هنبدا ان احنا نلعب في البامب كيرف. تمام. طيب كان في مشكله رئيسيه ان احنا لما بيجي يجيلنا اي كتالوج او اي حد بيشتغل على حاجه اكسبيرمنتال في البامب، كان بيبدا ان هو يقول لك والله ان احنا هنشتغل عند سرعه معينه، تمام، او هنشتغل عند دايمتر معين، او هنشتغل عند فلويد معين. طيب جيفن ان الحاجات دي كلها بتتغير او انها فاريبل بشكل مختلف، يعني انا عندي بامب وشلت الموتور بتاعها وحطيت موتور تاني، فانا كده هضطر ان انا اعمل اكسبيرمنتال داتا تاني، او لو كنت شغال على فاريبل سبيد موتور فانا كل مره لازم اقول والله ان كل ار بي ام وكل نص ار بي ام اعمل له اكسبيرمنتال داتا تانيه، او لو انا عملت ديزاين لامبيلر صغير ونجح وكنت عايز اكبر السكيل بتاعه ولقيت ان الافشنسي بتاعته حلوه وعايز اكبر السكيل بتاعه كدايمتر وكفوليوم هضطر ان انا اعمل له اكسبيرمنتال داتا تانيه، او لو انا شغال على فلويد تاني زي مثلا الزيت او اي حاجه تانيه، كل واحده من دول هل هيبقى ليها بيرفورمانس كيرف هيبقى شكله عامل ازاي. وبالتالي الكومبليكيشنز بتاعتي بقت ان انا عندي جيفن واحد وعندي اوتبوتس كتيره جدا من خلال الكومبينيشنز اللي احنا قلنا عليها، تغيير السرعه، تغيير الدايمتر، تغيير اي حاجه. المهم بدانا ان احنا نتحايل على موضوع ان احنا مش عايزين نعمل اكسبيرمنتال اناليسيس تاني، عشان الاكسبيرمنتال ده بيبقى مكلف وبياخد وقت وبيبقى فيه بعض الانكيورسيز اللي موجوده عندنا، عن طريق ان احنا بنستخدم كونسبت اساسي اسمه الدايمنشنال اناليسيس. الكونسبت ده كونسبت فيزيكال ملوش اي علاقه بالايه بالفلويد ميكانكس. الكونسبت ده بيتكلم على ازاي انت بتقرب حاجه مشابهه لحاجه تانية، ده مفهوم السيميلاريتي، وتقول والله ان الفورسز اللي موجوده عندي هنا او اي كاركترستكس موجوده عندي هنا ايه علاقتها بالكاركترستكس، سواء كنا مثلا بنعمل سكيلينج في الجيومتري بتاعتنا، بنغير في السرعه، بنعمل اي حاجه من الحاجات دي، وبالتالي نقدر ان احنا نقربها من خلال معادلات. خلاص، التقريب من خلال المعادلات اللي موجوده عندنا طلع لنا شويه لوز هنتكلم عليها النهارده، احنا بنسميها الافينيتي لوز، اللي هي بتقول لنا ازاي الكاركترستكس بتاعه البامب بتتغير من خلال تغيير السرعه او تغيير الدايمتر مع الحفاظ على الجيومتريك اسبيكت الثانيه اللي هي شكل الامبيلر وكلوز والعرض بتاعها وكل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في البارامترز كانبوتس في الفيلوسيتي ترينجلز. تمام كده. لما وصلنا لهذه المرحله نقدر ان احنا من خلال اكسبيرمنتال داتا واحده نطلع منها من خلال القوانين دي مئات الالاف من الشارتات اللي احنا محتاجينها من غير ما نعمل لها اكسبيرمنتال اناليسيس. حلو كده. فخلينا نبدا النهارده بالقوانين بتاعتنا، نقول والله ان القوانين بتاعتنا دي كانت
شغالة عن طريق نوع من انواع دايمنشنال اناليسيس اسمه باي ثيرم. الباي ثيرم ده بيفترض ان انا عندي اتنين بامبس، الاتنين بامبس دول ليهم نفس الافيشنسي ولكن مختلفين في الدايمتر بس، والباقي الحاجات التانية الجيومتريك موجودة هي هي، مجرد ان انا ايه كان عندي دايمتر هنا 10 سنتي فبقى 50 سنتي، او 10 ملي بقى 50 ملي، او ان انا بغير في سرعه الموتور، وده الحاجه الشائعه ان انت تقدر ان انت تلعب فيها اكتر من الايه من الجيومتري بتاعتنا. المهم ان احنا من خلال بعض الاثباتات اللي موجوده عندنا من خلال نظريه الباي سيرم والكلام اللي الدكتور قاله في المحاضره، وصلنا ان الافينيتي لوز دي بتقول لنا ان البريشر بتاعتنا بتبقى دايركتلي بروبورشنال، او الكيو بتاعنا بيبقى دايركتلي بروبورشنال مع الان والدي كيوب، تمام؟ والهيد بتاعي بيبقى دايركتلي بروبورشنال مع الان سكوير والدايمتر سكوير، والباور شافت عندي بيبقى دايركتلي بروبورشنال مع الان كيوب دايمتر تو ذا باور 5. دول القوانين الرئيسيه بتاعت الافينيتي لوز اللي من خلالها ببدا ان انا ابني على الكلام ده، جايين من الباي ثيرم بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا بريفلي عنها، جيفن ان اي اتنين لازم اقارن ما بينهم لازم تبقى الافيشنسي كونستنت، ما ينفعش ان انا اقول والله ان دي شغاله عند افيشنسي دي شغاله عند افيشنسي ثانيه، لان دي هتخل بالفرض اللي انا فرضته في الايه في الباي ثيرم. خلاص كده. طب شكل الكيرف بتاعي هيتغير ازاي؟ هقول لك بشكل مبدئي وبعد كده هقول لك بالحسابات. لو احنا بنتكلم ان احنا عندنا ثلاثة كيرفز رئيسيين في البامب اللي هم كنا قلنا عليهم السكشن اللي فات او اللي قبله كمان، اللي هم الاتش كيو كيرف، واللي هم الايه الباور شافت والكيو، واللي هم الافيشنسي والكيو. فلو احنا بنتكلم ان احنا عندنا بامب كيرف عند سرعه ان واحد، ده طبعا مع ايه افيشنسي كيرف عند سرعه واحد ان واحد، وباور شافت عند ايه عند ان واحد. لو جينا احنا عملنا اوبريشن لنفس البامب من غير ما نعمل اي حاجه بموتور تاني السرعه بتاعته ان 2، خلاص شكل الكيرفات بتاعتنا هيبقى شكله عامل ازاي؟ لو ان 2 بتاعتي اكبر من ان 1 فالكيرف بتاعي هيبقى بارالليليا واكبر مني، تمام؟ طيب ده بالنسبه للايه للاتش كيو. طب بالنسبه للافيشنسي قال لك ان هو هيبقى واخد نفس القيم بس مترحل البيك بتاعته كانها مضروبه في فاكتور، كانها مضروبه في فاكتور، يعني الصفر في صفر. لو كنت عند كيو هنا العشرة كانت مثلا او الهيد مثلا كان برقم، فدي الايه النص بتاعها مثلا والنص بتاعها، وبالتالي هتلاقي ان انت هتوصل لنفس البيك بتاعتك هي هي ونفس الارقام بتاعتك بس مترحله بمقدار عن الايه عن الكيو. الترحيل ده او اللي هو الكبس او المط ده هيكون لو انا اكبر من السرعه بتاعتي في الاتجاه بتاعي اللي هو البوزيتيف بتاع الاكس اكسس، لو انا اصغر فهيتم ايه حاجه في شكلها عامل كده لو السرعه بتاعتي اصغر باعتبار نفس القيم بس كاني صغرت في السكيل بتاع الايه بتاع الكيو. طيب بالنسبه للباور شافت فالبديهي والمنطقي ان انا كل ما هزود السرعه فالميكانيكال انرجي بتاعتي عباره عن تورك في اوميجا، فالطبيعي ان انا السرعه بتاعتي ايه هتزيد. خلاص كده. كل ده لو انا بدرس تاثير الايفكت بتاع تغيير السرعه عند دايمتر كونستنت. انا مش هدرس الاثنين تاثيرهم مع بعض لان مش هبقى عارف الزياده دي جت من الترم ده ولا من الترم ده، فبالتالي لازم ان انا ادرس تاثير واحد مع تثبيت الثاني، وده اي حاجه ايه انجينيرنج انت بتبدا ان انت تفكر فيها بالشكل ده. طيب تعالوا ناخد اكزامبل، تعالوا نقول ان احنا عندنا انت الحته دي شايفها صح؟ اه مش طيب. احنا دلوقتي اتكلمنا على ان العلاقه بتاعتنا في الافينيتي لوز عباره عن علاقه بروبورشنال بتبقى مرتبطه بايه بكونستنت، ولو جينا قلنا ان احنا ثبتنا ات كونستنت دايمتر وطبقنا الافينيتي لوز بتاعتنا، فهنقول ان كيو 1 على كيو 2 بتساوي ان 1 على ان 2.
صح ولا ايه؟ وهنقول ان اتش واحد على اتش اتنين هتساوي ان واحد على ان اتنين. تمام كده؟ طيب سكوير سوري. حلو كده؟ هنيجي نقول ان احنا دلوقتي شغالين عند الجدول ده وليكن ان هو دي الكاركترستكس بتاعتنا عند ان واحد 1000 ار بي ام. ومحتاجين ان احنا نطلع الكيو 2 او الكاركترستكس بتاعتنا عند ان 2000 ار بي ام ان 2. فالخطوات هتبقى كالتالي، موضوع بسيط. عندنا كيو 2 فانكشن من كيو 1، فهنقول ان كيو 2 هتساوي ان 1 على ال ان 2 على ان 1، دي هتروح ودي هتيجي في كيو 1. و اتش 2 هتساوي ان 2 على ان 1 سكوير في الاتش 1. خلاص؟ وهبدا ان انا اعوض بالارقام بتاعتي اللي هي عباره عن 1000 و2000 اللي هو الكونستنت بتاعي، واقول ان انا عندي هنا دي 2000 ودي 1000، دي 2000 ودي 1000. فهتلاقي ان العلاقه بتاعتي عباره عن كيو 2 بتساوي 2 كيو 1 و اتش 2 بتساوي 4 اتش 1. كل الكلام ده منطبق للافينيتي لوز ات كونستنت افيشنسي. يبقى انا عشان اطبق ما بين نقطتين، واحده على الكيرف ده وواحده على الكيرف ده، واقول ان ما بينهم سيميلاريتي، واقول ان العلاقه دي ما بينهم فاليد اللي هي ان كيو 1 ضعف كيو 2 ضعف كيو 1 و اتش 2 اربع اضعاف كيو اتش 1، فمحتاج ان انا اقول ان هم هيكونوا عند نفس الافيشنسي. طب ده هيتم ازاي؟ لو انا قدامي الجدول فانا هقول والله بص دي الافيشنسيز بتاعت الايه؟ بتاعت اللي موجوده عندي اللي هي 0.50 ومش عارف ايه، فهقول والله بص هم نفس الافيشنسيز اللي موجوده عندنا. كاسامبشن صح؟ النقطه دي بقت ليها نفس الافيشنسي دي صح؟ فاقدر ان انا اطبق الافينيتي لو، فهقول ان كيو 2 بتساوي 2 كيو 1 اللي هو ايه؟ 0 في 2، و اتش 2 بتساوي 4 اتش 1 اللي هو ايه؟ 400. النقطه اللي بعدها الافيشنسي هنا بتساوي الافيشنسي هنا صح؟ يبقى هطبق افينيتي لو واقول ان كيو 1 كيو 2 بتساوي 2 كيو 1، و اتش 2 هتساوي ايه؟ 4 اتش 1. واقول ان عند النقطه دي وهكذا، وابدا ان انا اضرب الجدول بتاعي تمام كل مره في الايه، في الافيشنسي الثابته بتاعتي، وكل مره بالعلاقه بتاعه الافينيتي لو، الكيو مضروبه في الفاكتور بتاعها والاتش مضروبه في الفاكتور بتاعها، فاقدر اقول ان انا ابدا اكمل الجدول بتاعي من غير ايه ما يبقى فيه مشاكل. تعالى بقى نشوف ده في الحقيقه. لو احنا بنتكلم على نقطه ايه؟ صفر و100، فالمفروض انها نقطه هنا صح؟ دي نقطه 100 صح؟ عند نفس الصفر فانا بادئ من 400 رقم اعلى منه، يبقى الكلام ده ايه؟ فاليد ومظبوط. عند ال10 المفروض ان انا ايه؟ المفروض عند ال20 انا 80 صح؟ فعند ال20 انت 80 هنا، وعند ال20 انا هنا ايه؟ 360، فهو رقم اكبر منه. حلو كده؟ طيب تعال نبص على الافيشنسي. لو جينا بصينا على الافيشنسي، عند الصفر هي بصفر، عند ال 20 هنا هتلاقيها بايه؟ ب 70، بس هنا عند ال 20 رقم اقل. وهفضل ان انا امشي بالشكل ده لغايه لما هتلاقي ان الكيرف بتاعي ايه؟ وصل ان ده البيك بتاعي، فهو هو نفس البيك بتاعي، فاقدر اقول والله ان البيك بتاعي مجرد ان هو حصل له مط او حصل له ايه؟ كومبريشن لو احنا السرعه بتاعتنا اقل. فدي الطريقه الرئيسيه بتاعتنا في ان احنا نبدا ان احنا نتكلم على الافينيتي رولز، وده نفس الكلام اللي احنا بنطبقه في حاله تغيير الدايمتر مع تثبيت السرعه. وهتبدا انت تطبق العلاقات ما بينك، هتلاقي ان كيو 1 على كيو 2 بتساوي دايمتر 1 على دايمتر 2 سكوير، و اتش 1 على اتش 2 بتساوي دايمتر 1 على دايمتر 2 تكعيب. حلو كده؟ وتبدا ان انت ترحل الجدول بتاعك لو انت عايز تجيب الكاركترستكس بتاعتك في البوم. جبت انا الكاركترستكس بتاعتي، اقدر اقول والله ان الاثنين دول متعرضين لنفس السيستم، فدي الاوبريتنج بوينت القديمه، دي الاوبريتنج بوينت الجديده. يبقى دي النقطه فعلا اللي انا شغال عليها،
لو احنا بنتكلم ان احنا عندنا variable speed motor، فانا قدرت ان انا من خلال ان انا بغير سرعه الموتور باي كان بقى، سواء كان اي سي ولا دي سي، بتغيير بالانفرتر ولا بالفولتج ريجليشن، هتقول والله ان انا قدرت ان انا اشتغل هنا او قدرت ان انا اشتغل في نقطه اقل. ولو جيت اشتغلت في نقطه اقل فده كده ايكونوميكلي بيوفر عليا ان انا اقفل الفالف وادفع الفلوس دي، انا دفعت الفلوس دي في الحاله دي. حلو كده. هيبقى لي حاجه اخيره قبل ما ننقل على النقطه اللي بعدها، هو ازاي ان انا اجيب الافيشنسي بتاعتي اللي موجوده عند النقطه دي. ازاي هجيب الافيشنسي بتاعتي اللي موجوده عند النقطه دي؟ احنا اتفقنا ان الكيرف الاحمر ده الافيشنسي كيرف بتاعته الايه، بتاعت الكيرف الاحمر ده. فلو انت فاضي وما عندكش مشكله فانت هترسم الافيشنسي كيرف الثاني وتبدا ان انت ترحله، وبعد كده تقول والله عند الكيو الجديده دي، تيجي عند الكيو الجديده دي وتشوف الافيشنسي عندك بكام، معاك الكيو نيو والاتش نيو ومعاك الافيشنسي نيو، تبدا انت تحسب الباور. او ان احنا نبدا ان احنا نقرب ده من خلال افيشنسي كيرف واحد، واقول والله ان النقطه دي كانت سيميلر مع نقطه ثانيه ما على الكيرف ده والاثنين ليهم نفس الافيشنسي، واقول والله ان النقطه اللي هو سيميلر ليها دي خلاص الافيشنسي بتاعتها من هنا بكام، وتقدر ان انت تجيبها مره واحده. والنقطه دي بنسميها الايه، الكورسبوندنج بوينت، اللي احنا ممكن نطبق عليها قوانين السيميلاريتي عشان دي اللي نقدر ان احنا نطبق عليها عند نفس الافيشنسي. خلاص كده. ده بقى بياخدنا لنقطه ثانيه، ان احنا بنبدا ان احنا نرسم كيرف جديد اول مره هنسمع عنه النهارده، حاجه اسمها ايزو ايتا كيرف. هو الكيرفات اللي عندها نفس الايه، الافيشنسي. خلاص. بمعنى ان احنا لو جينا قلنا ان احنا عندنا في الافيشنسي بتاعنا خلاص كذا ايه، كذا كيرف، كل واحده منهم عند ايه، عند سرعه معينه وما لا نهائيه منهم، صح؟ فهتقول ان النقط اللي عند الافيشنسي 30 اللي هي كيو مثلا 10 وكيو 20 وكيو 35 عند سرعه 1000 و1000 ومش عارف كام والكلام ده كله، كل نقطه من دول مش كلهم ليهم نفس الافيشنسي، صح؟ فاقدر ان انا اقول والله بص انا لو جيت رسمت النقط دي على الاتش كيو كيرف فانا عارف ان النقط دي كلها ليها نفس الافيشنسي. كل واحده من دول كيو قصاد ايه، الافيشنسي بتاعتها، كيو قصاد الافيشنسي بتاعتها، ونقول والله ان ده الايزو ايتا كيرف عند افيشنسي 30، وفي ايزو ايتا كيرف عند افيشنسي 51، ومن صفر لايه لغايه الرقم اللي موجود عندك. كل واحده من دول تيجي من خلال ان انا بقى ايه، بملي ايه، خط كده. طيب ايه الميزه الرئيسيه في الخط ده؟ الميزه الرئيسيه في الخط ده ان كل النقط اللي بتقع عليه كل واحده على سرعه مختلفه اقدر ان انا اطبق ما بينهم الافيشنسي، او اقدر اطبق بينهم الافينيتي لوب. يعني انا ما اقدرش ان انا اخد اي نقطه من هنا واقول النقطه دي والنقطه دي واطبق منهم الافينيتي لوب الا لو بيقعوا على نفس الايزو ايتا كيرف اللي انا هوريك ازاي بترسمه. خلاص. طيب الايزو ايتا كيرف ليه قانون، انت بتحفظه، بس انا ما بفضلش انت تحفظه لان انا كنت ساعات بتلخبط فيه. فانت لو بصيت على الاثبات بتاعه اللي هو عباره عن سطرين هتلاقي ان انت ايه، بتعرف ان انت تجيبه وتستنتجه بسهوله من غير ما تتعب نفسك. ايه ماشي. لو احنا عندنا اتش كيو كيرف بالشكل ده وده البامب كيرف بتاعتي عند سرعه واحد، خلاص، وكانت النقطه اللي انا محتاج ان انا اشتغل عليها نقطه سبيسيفيك في سيستم ما انا مش عارفه، قال لي ان انا محتاج ان انا اشتغل عند كيو ريكوايرد وان واتش ريكوايرد، وما كانش معرف لي السيستم، حتى لو عرفوا لي مش فارق معايا، كل اللي هو عايزه ان يطلع لي اوتبوت شكله عامل كده. فهو كل اللي هو محتاجه في الحاله دي يقول لي ازود السرعه بتاعتي بقيمه قد ايه عشان اوصل ان انا اعدي للنقطه دي. يبقى انا عشان اجيب النقطه دي او عشان اجيب القيمه دي محتاج ان انا اطبق سيميلاريتي ما بين النقطه دي وما بين اي نقطه ثانيه انا عارفها.
ازاي اجيب النقطة التانية اللي انا عارفها؟ احنا قلنا ان احنا محتاجين في الحالة دي ان احنا نقول ايه النقطة اللي كورسبوندنج للنقطة دي اللي ليها نفس الافيشنسي هنا. انا مش عارف. خلاص؟ هعرف ازاي؟ هعرف عن طريق ان انا هرسم ايزو ايتا كيرف بيمر بالنقطة دي، وبالتالي لما يتقاطع مع البامب القديمة اقدر اقول ان الاتنين دول النقطتين دول اقدر اطبق ما بينهم افينيتي لو، وانا عارف الكيو والاتش اللي هنا وعارف الكيو والاتش اللي هنا، اقدر ان اجيب علاقه ما بين الان واحد والان ريكوايرد. طيب يبقى احنا دلوقتي بنقول ان احنا المفروض شكل الكيرف ده عنده نفس الافيشنسي، صح؟ يعني كل النقط اللي عليه ممكن نطبق عليها الافيشنسي الافينيتي لوز، اللي هي ان الاتش واحد على الاتش او الاتش ريكوايرد على الاتش بشكل عام هتساوي الان ريكوايرد على الان بشكل عام سكوير، صح؟ والكيو ريكوايرد على اي كيو بتساوي الان ريكوايرد على الان، كل ده طبعا ات ايه؟ كونستانت دايمتر. اعمل دي سكوير، مش الترم ده بيساوي الترم ده؟ بقى عندي ان الاتش ريكوايرد على الاتش واحد بتساوي كيو ريكوايرد على الكيو سكوير. انا في الحاله دي زي السيستم كيرف وزي البامب كيرف محتاج ارسم علاقه ما بين اتش وكيو جينيريك، صح؟ كانهم اكس وواي، صح؟ فهتاخد الكيو بره والاتش ايه؟ والاتش بره، وتقول ان الاتش عندي بتساوي الايه؟ الاتش ريكوايرد على الكيو ريكوايرد سكوير مضروبه في الكيو سكوير. دي معادله الايزو ايتا كيرف في حاله الكونستنت دايمتر، تمام؟ انت هتحفظها. الرقم ده بيبقى جيفن والرقم ده بيبقى جيفن، وبيقول لي ان احنا عايزين نشتغل عند 40 لتر بير سكند و40 متر، خلاص؟ او بيعرف لي واحد منهم وبيعرف لي السيستم، وبالتالي اقدر من خلال السيستم اجيب الثانيه، صح؟ لان انا عارف ان السيستم بتاعي بيمر بالنقطه دي، فهو لو اداني كيو ريكوايرد هقدر ان انا اعوض في المعادله بتاعه السيستم واجيب الاتش ريكوايرد واعوضها في الايزو ايتا كيرف وابدا ان انا ارسم الايزو ايتا كيرف. هعمل ايه بقى في رسمه الايزو ايتا كيرف؟ هعمل نفس اللي كنت بعمله في حاله السيستم كيرف، اجيب علاقه ما بين ارقام في كيو والاتش وابدا ان انا ايه؟ ارصها عندي. ولو جيت لاحظت فانت المفروض ان انت العلاقه هنا ما فيهاش واي انترسبت، فانت دايما بتبدا من الايه؟ من الصفر. انا وصلت ان انا بدات من الصفر ورسمت الايزو ايتا كيرف بتاعي اللي بيمر بالنقطه دي اللي بيعدي عليها ثلاث كيرفات. كيرف البامب الجديد اللي انا محتاج اعرف سرعته كام، ومش شرط ان انا ارسمه. وكيرف السيستم اللي بيعدي بالبوينت ومش شرط ان انا ارسمه الا لو طلبوا مني. والكيرف اللي انا برسمه اصلا دلوقتي اللي هو انت هتلاقي هنا كيو ريكوايرد وانت بتعوض بيها هتطلع لك اتش ريكوايرد اللي انت اصلا جايب منها من المعادله. خلاص؟ فبقى عندي النقطه دي بتعدي بيها ايه؟ ثلاث كيرفات، ايزو ايتا كيرف والبامب كيرف الجديد والايه؟ والسيستم كيرف. سيستم كيرف. استفدت ايه؟ استفدت ان نقطه التقاطع مع البامب البامب اتش كيو بامب القديمه دي بنسميها نقطة الكورسبوندنج كيو كورسبوندنج او الاتش كورسبوندنج. ايه لازمتها في الحياة؟ لازمتها في الحياة ان انا عارف ان اي نقط على الايزو ايتا كيرف ليها نفس الافيشنسي، فبالتالي اخد النقطة دي والنقطة دي واطبق ما بينهم الايه؟ الافينيتي لو، فاقدر ان انا اجيب علاقة ما بين الان ريكوايرد والان واحد. ازاي الكلام ده؟ هتقول والله ان الكيو ريكوايرد على الكيو كورسبوندنج اللي جت من نقطه التقاطع بتاع الايزو ايتا كيرف وما بين البامب كيرف القديم او الريفرنس اللي انا عارفه بتساوي الان ريكوايرد اللي انا مش عارفها على الان واحد اللي انا عارف هي قيمتها بكام. معايا كيو ريكوايرد جيفن، معايا كيو كورسبوندنج جت من نقطه التقاطع بتاع الايزو ايتا كيرف والبامب كيرف القديم، معايا الان واحد اقدر ان انا اجيب الان ريكوايرد. او اجيبها من خلال الايه؟ الاتش ريكوايرد ان ريكوايرد على ان واحد سكوير. تجيب الان ريكوايرد وبعد كده تبدا تكمل المساله اللي موجوده عندك. ايزو ايتا كيرف، اسمه ايزو ايتا كيرف، ده ملوش علاقه بالسيستم خالص.
لازمه السيستم كيرف؟ لازمه السيستم كيرف هنا ان انا يعني هو لو ما عرفليش الكيو يعني عرف لي ان احنا شغالين عند كيو ريكوايرد بكذا وانا عارف شكل السيستم فاقدر اجيب الاتش ريكوايرد عشان اعوض بيها في المعادله بتاعه الايزو ايتا كيرف. يعني هو قال لي احنا عايزين 40 لتر بير سكند، طب عندي هيد كام؟ ما اعرفش، ما انا مش عارف الهيد بتاعي لانه مش ماشي على البامب القديمه، بس انا عارف لان هو معدي بالسيستم كيرف مع نفس البايبنج، صح ولا ايه؟ غيرت البامب غيرتش البامب مش فارق معايا. خلاص كده؟ طيب النقطه الثانيه، لو انا عايز احسب الباور اللي عند النقطه دي هعمل ايه؟ الكيو ريكوايرد معايا والاتش ريكوايرد معايا، فاقدر اقول ان الباور الجديده بتساوي الرو في الجي في الكيو ريكوايرد في الاتش ريكوايرد، اللي هو اصلا حاجات جيفن وانا اصلا مش محتاجها. اللعبه كلها في ان انا اجيب الافيشنسي. في حل بس فين ودنك يا جوحه؟ ان انت تجيب العلاقه دي خلاص، ومن العلاقه دي تعمل زي ما عملنا في الاول، تجيب علاقه ما بين الكيو وما بين الاتش وترسم جدول تاني فيه الافيشنسي الثانيه بتاعتك وتبدا ان انت تطلع منها القصه دي. وفي طريقه اسهل جدا ما فيهاش اي حاجه بس انت ممكن تتلخبط فيها حاجه بسيطه. مش انا عارف ان النقطه دي ليها نفس الافيشنسي بتاعت النقطه دي؟ هات الكيو ريكوايرد اللي هنا او كيو كورسبوندنج على الكيرف القديم خالص وشوف هي الافيشنسي بتاعتها بكام، وهي نفس الافيشنسي اللي موجوده عندي. يبقى انا لو انا راسم الافيشنسي كيرف بتاعي الافيشنسي كيرف بتاعي على نفس الكيرفات دي كلها بتاع البامب الاولانيه، فانا همد خط مع عند الكيو كورسبوندنج اللي هي نقطه التقاطع بتاع الايزو ايتا كيرف والبامب كيرف القديمه، واقول ان الان كورسبوندنج بتساوي الافيشنسي عند النقطه دي، وابدا ان انا اجيب الكيو ريكوايرد. في اي مشكله كده؟ موضوع بسيط وسهل بس في كيرفات كتير، فهتلاقي ان الدنيا ايه ملخبطه معاك. تمام، وقال لنا ان احنا عايزين نشتغل، كان الاتش كيو كيرف ده شغال عند 1500 ار بي ام واحنا محتاجين نشتغل عند 1200 ار بي ام، فمحتاج ان احنا نطلع الايه الاتش كيو كيرف عند 1200 ار بي ام، ارسمهم لي شكله عامل ازاي. فزي ما احنا اتكلمنا في اول السكشن هتبدا ان انت تقول والله ان كيو 1 على كيو 2 بتساوي ان 1 على الان 2، واتش 1 على اتش 2 بتساوي ان 1 على ان 2 هول سكوير، وتجيب علاقه ما بين الكيو 2 والكيو 1 وعلاقه ما بين الاتش 2 والاتش 1. احنا في الحاله دي عندنا ايه 1500 و1200، فهتلاقي ان كيو 2 بتساوي حوالي كام؟ 75% او 80% من كيو 1، وهنا هتلاقي انها بتساوي ايه 80% سكوير اللي هو 64%. تمام؟ طيب يبقى انا دلوقتي معايا العلاقه ما بين الكيو وما بين الاتش، هو ما ادانيش الافيشنسي فهو ريحني وقال لي ان احنا عايزين الاتش كيو كيرف بس، فهنبدا ان احنا نقول والله ان الكيرف الجديد لو احنا هنعمل له بلوتنج ده كيو وده اتش، كيو 2 والاتش 2 صفر في 0.8 بتساوي كام؟ صفر، 40.5 في 0.64 هيساوي كام؟ 25.92، اللي بعده 15 في 0.8 يبقى كام؟ 12، واللي بعده 40 في 0.64 25.6، 30 في 0.8 هيساوي كام؟ 24، وهكذا، وتبدا ان انت تملى الجدول بتاعك. في اي مشكله كده؟ النوع الثاني من المسائل مش ان هو يديني السرعه اللي انا محتاجها، لا ان هو يديني نقطه موجوده واقول والله ان النقطه دي انا محتاج ان انا اجيب السرعه اللي عندها بكام. خلاص، فاحنا اتفقنا ان احنا عشان نجيب النقطه دي ونجيب السرعه اللي موجوده عندنا محتاجين ان احنا نرسم الايه الاتش كيو كيرف. لو احنا عندنا السرعه اللي هنا دي ب 1500 ار بي ام وجينا احنا كمان بالمره رسمنا ال 1200 ار بي ام خلاص، وجاء قال لي ان احنا عند ال 40 هنا كان في نقطه القيمه بتاعتها ايه 40 هيد و40 ايه لتر بير سكند، النقطه دي احنا دي الريكوايرد بوينت. يبقى هو كده ضمنيا اداني الاتش ريكوايرد واداني الكيو ريكوايرد. انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ انا محتاج عشان اجيب السرعه الجديده اللي بتمر بالكيرف ده اللي انا مش شرط ان انا ارسمه اللي هي الان ريكوايرد، محتاج ان انا ارسم الايزو ايتا كيرف، صح؟ الايزو ايتا كيرف المعادله بتاعته شكلها عامل ازاي؟ المعادله بتاعته بتقول ان الاتش بتساوي الاتش ريكوايرد على الكيو ريكوايرد سكوير في كيو سكوير.
دي ب40 ودي ب40 سكوير، الاتش بتساوي 1 على ال40 كيو سكوير. ترسم علاقه ما بين الاتش والكيو، كيو ايزو ايتا والايه والاتش ايزو، وتبدا ان انت تحط الارقام بتاعتك وتبدا ان انت ترسمها. هتلاقي ان انت عند ال40 الاتش عندك بايه؟ ب40 خلاص، اللي هي كيو ريكوايرد والاتش ريكوايرد النقطه اللي احنا عاملينها. فانت ايه تمام، هتبدا ان انت ترسم الايزو ايتا كيرف بتاعك. ادي الايزو ايتا كيرف بتاعي، نقطه التقاطع بتاعتي مع اي كيرف انا عارفه هنسميها ايه؟ كيو كورسبوندنج 1 وكيو كورسبوندنج 2. اقدر انا لو عندي كيرفين اقدر ان انا اجيب الايه؟ اجيب الاتش كيو كيرف، او اقدر اجيب الان ريكوايرد من خلال اي اي من المعادلتين الاتيتين. واحده من خلال الكيو كورسبوندنج 1 على الكيو ريكوايرد بتساوي الان 1 على الان ريكوايرد، اور الكيو كورسبوندنج 2 على كيو ريكوايرد بتساوي الان 2 على الان ريكوايرد. هنا اعوض بال 1500 والرقم اللي انا طلعته من تقاطع الكيرف اللي هو الايزو ايتا كيرف مع الكيرف بتاع ال 1500، اجيب دي والكيو ريكوايرد الاثنين هنا ب 40، وهنا اعوض بال 1000 والايه؟ وال 200 واجيبها من الكيرف اللي هنا. او اجيبها من خلال الاتش كورسبوندنج او الاتش كورسبوندنج. تقول والله ان الاتش كورسبوندنج 1 على الاتش ريكوايرد اللي هي ب 40 بتساوي الان 1 على الان ريكوايرد هول سكوير. دي او دي المفروض انها تطلع لي نفس النتائج الثلاثه دول او الاربعه دول لو احنا عملنا قررنا الموضوع ده في الايه؟ في الاتش 2. خلاص كده؟ فيها اي مشكله المساله كده؟ مش بنلعب ايه؟ حاجات اكتر من كده. تعالى نخش على المساله اللي بعدها. اقطع المساله دي، بدا ان هو يقول لي ان احنا عندنا كيو اتش كيرف عن سرعه 1450، وبدا ان هو يعرف لي شويه حاجات في السيستم. خلاص لسه قبل ما يقول لي ان احنا نغير اي حاجه، ان الاتش ستاتيك عندي في السيستم كانت بتساوي 5 متر، والاوبريتنج بوينت بتاعتي كانت شغاله عند اتش 11.1، والكيو بايه؟ بنص. قبل ما اعمل اي حاجه فهو هنا عرف لي حاجه صح؟ عرف لي السيستم صح؟ اداني نقطتين على السيستم، ادي النقطه الاولانيه وادي النقطه الثانيه، فاقدر بكل بساطه اقدر اجيب الكي بتاعت السيستم صح؟ فهل احنا عارفين كده ان احنا السيستم بتساوي اتش ستاتيك زائد الكي كيو سكوير صح؟ السيستم عندي هنا اداني الاتش بكام؟ ب 11.1، والاتش ستاتيك ب 5، والكي عندي ما اعرفهاش، والكيو عندي بايه؟ بنص. اقدر اجيب الكي بتاعت السيستم؟ الكي بتاعت السيستم الدهاني كانت 24.4 متر بير متر كيوب بير سكند سكوير. خلاص هو هنا مديني الكيوب المتر بير سكند، متر كيوب بير سكند. خلصنا اول حته، تعالى بقى نخش على الموجود عندي. قال لي ان انا غيرت السيستم بتاعي، عملت فيه ريديزاين، زودت فيه حاجات ومش عارف ايه والكلام ده كله، مع المحافظه على الاستاتيك هيد هو هو، بس اللي حصل ان كل اللوسز اللي موجوده عندي في السيستم زادت بمقدار 40%. يبقى معنى كده اقدر اقول ان الكي 2 بتساوي 1.4 من الكي القديم صح؟ فاقدر ان انا اجيب الكي الايه؟ الكي القديم. الكي القديم طلع معايا بكام؟ ايا كان الرقم اللي موجود عندي. خلاص؟ اقدر اقول والله ان الاتش سيستم الجديد بيساوي 5 زائد 1.4 في 24.4 في كيو سكوير. احنا كنا دلوقتي شغالين عند سيستم تمام بتقطع هنا صح؟ عند النص صح؟ لما جيت زودت اللوسز ما بقتش شغال عند النص. طب اعمل ايه عشان ارجع تاني للنص؟ ازود سرعه البامب عشان اتقاطع عند نقطه الايه؟ النص. محتاج ان انا اعرف السرعه الجديده اللي انا اوصل لها تبقى كام. شايف هو اللعب عمل ازاي؟ قال لي احنا شغالين عند نص، زادت اللوسز، فعلى نفس الكيرف بتاعي الكيو عندي قلت، كاني انا قفلت فالف صح؟ فبقيت شغال عند مثلا ايه؟ ربع. عايز ارجع تاني للنص تعمل ايه؟ زود سرعه الموتور. بمقدار قد ايه؟ احسبها لي. خلاص؟ طيب
يبقى احنا دلوقتي متفقين ان احنا شكل الكيرفات اللي موجود عندنا او كل ده احنا لسه ما رسمناش اي كيرف. ادي الاتش كيو، ادي البومب عند سرعه 1450 رسمته من هنا خلاص. وبعد كده اداني نقطه ومنها عرفت السيستم القديم. ده السيستم القديم كان بيتقاطع هنا عند نص، زودت اللوسز بتاعتي فبقيت شغال هنا. النقطه دي انا لسه مش عارفها بس ده السيستم الجديد صح. عايز ارجع تاني ان انا اشتغل عند الايه، عند النص. يبقى النقطه دي بقت الايه، الريكوايرد بتاعتي اللي عندها المفروض انه يمر عندي الان ريكوايرد اللي انا مش عارف. هجيب الكيو ريكوايرد ازاي؟ كيو ريكوايرد مديهاني بنص. طب اجيب الاتش ريكوايرد اللي قصادها عشان اقسم الايز بيتا كيرف ازاي؟ من خلال السيستم كيرف التاني. يبقى انا اعوض هنا بالايه، من غير ما ارسم السيستم كيرف حتى، اعوض هنا بنص، هيطلع لي الاتش سيستم اللي هي هنا، اللي هي في الحاله دي الاتش ريكوايرد، اللي هي طلعت معايا بكام؟ ب 13.54، اللي هو منطقي وبديهي انها تكون اعلى من الايه، من 11.1، اعلى من 11.1. ال 11.1 هنا دي عليت عنها هنا. حلو كده. في الحاله دي بقى معايا كيو ريكوايرد الاتش ريكوايرد اللي هي 13.54، اقدر ان انا اجيب معادله الايزو ايتا ان الاتش بتساوي الاتش ريكوايرد على كيو ريكوايرد سكوير في كيو سكوير، بتساوي نص او 13.54 على نص سكوير في الايه، في الكيو سكوير. خد الرقم ده وارسم له كيرف. الكيرف ده انا متوقع ان هو يتقاطع مع مين؟ ان هو هيطلع من هنا صح، ويتقاطع مع النقطه دي بس، لان دي نقطه 13.54 والاو بوينت 5 اللي انا لو عوضتها بيهم هيطلع لي ايه، الارقام دي. خلاص كده وصلت لهنا. اعمل ايه بقى؟ انا محتاج اجيب الان ريكوايرد. عشان اجيب الان ريكوايرد محتاج ان انا اطبقه على السيستم القديم، لا على البامب القديم. خلاص في الحاله دي انت هتلاقي ان في حاجات كتيره بتخبط في بعض واي نقطه مش عارف ايه. تبقى مركز جدا ان انت اصلا اي كيرف ملوش لازمه ما ترسموش. انا اصلا ما استفدتش حاجه ان انا ارسم ده، وحتى لو انا رسمه ابقى شغال على بامبات بس، الايزو ايتا كيرف اطلع منه قرايات من على بامبس. جبت كيو كورسبوندنج عندي هنا طلعت معايا بكام؟ بو بوينت 4.8. اقدر اقول ان الايه، الكيو ريكوايرد على كيو كورسبوندنج بتساوي الان ريكوايرد على الان اللي هي ب 1450، دي بنص ودي ب 0.48. اجيب الان ريكوايرد عندي بايه؟ باي حاجه، 1510. طيب طلب مني الباور هنا، مش ما عنديش افشنسي فمش هيطلب مني الباور. لو طلب مني الباور هعمل ايه؟ لو الباور كيرف عندي موجود هنا اهو، دي الافشنسي بتاعتي عند سرعه واحد، فنقطه التقاطع بتاعتي عند الايه، عند كيو كورسبوندنج هتجيب لي الافشنسي كورسبوندنج. اخدها وابدا ان انا اعوض بيها الباور شافت 2، بتساوي الرو في الجي في الكيو ريكوايرد في الاتش ريكوايرد على الافشنسي كورسبوندنج. خلاص كده؟ حد كده مش فاهم حاجه؟ يلا